الحمد لله على السلامة يا جمال بيه. الحمد لله على السلامة يا فندم. انا عندي القلب مدير المستشفى خلاص جات له 11 10 وعملت التحليل وقالوا ما ينفعش. انا شايف ان هتلاقي تاني عد موري بقى وانا بالنسبه للبي سي ار بتاع الفيروس انا جاي عشان ربنا يبارك لك يا رب. بص حضرتك نعم نعمل مثلا زي دي عند راس المشكله دي مش انا بتكلم على البي سي. ايوه يا سيدي انا بتكلم على البي سي. البي بقى بيطلع لنا عندنا كل بوكر بيطلع لنا 10 يعني بيبص البني جدا. ممكن انا طب نسحب لهم عينه ثانيه عايزه دي ليه عشان انت ما انا ما بيجيني ما بعالجش بي سي. انا بعالج سي لما بخش السي ده لهم علاج ثاني غير اللي علاج ده. طب واو انت اللي في مجموعه انا بسحب لهم حاجه مش سحب الثاني بس حابب لحد دلوقتي لسه ما جاش بقى لي اكتر من 22 مليون منتظرين في تليفون بنتصل بيه ما حدش اتصل ما هو في التليفون ما حدش اتصل لما بتيجي النتائج عندنا من الوزاره ومجالس الطبيه ما فيش غير لما يكلموك. ايوه انا دكتور خالد انا اهو دكتور خالد خالد يا تعالى يا دكتور طب انا حضرتك بقى لي واحده يا فندم اهو اللي عايز اعرف ليش يا عيال يوم عبد العزيز عادل عبد الهادي محمد 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 محمد